بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم، اسمي أبو بكر من فرنسا. تعرفت على لورانس عن طريقة الإعلان في الببليسيتي، وما شاء الله يعني استقبلوني استقبال كويس مليح. شفت يعني اتصلت مع المستشار الطبي، يعني أقنعني هو أولا، فلما أقنعني أنا مباشرة أخذت تذكرة جيت على إسطنبول. من المطار جوني يعني أخذوني في الفندق، استقبال كويس يعني السائق مليح، ونزلني على الفندق، فندق 5 نجوم مريح جدا، والأكل ما شاء الله لذيذ، والغرفة واسعة. ثاني يوم جينا على المستشفى، فحصونا الأطباء والحمد لله يعني ناس خبراء، ثم نزلنا يعني في فحص الدم وفحص الشعر، والحمد لله كانت النتيجة كويسة الحمد لله. وفي النهاية أنصح كل من يريد زراعة الشعر أن يأتي إلى لورانس ميديكال. شكرا لورانس ميديكال.